أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه السائلة تقول: ما حكم السفر إلى بلاد الخارج مع الزوج والأولاد علما بأنني ملتزمة بالحجاب بدون تغطية الوجه؟ السفر مع الزوج والأولاد إذا احتاج الزوج إلى السفر لعلاج، أو أنت محتاج، أو أحد الأولاد محتاج لعلاج واقتضى هذا أن تسافر من أجل العلاج، أو لدراسة، الزوج يحتاج إلى دراسة ولا توجد هذه الدراسة إلا في الخارج سافر من أجلها، أو لتجارة يتوقف حصوله عليها على السفر لأجل التعاقد مع شركات أو مع مصانع أو مع تجار، هذه الأمور، أو ما هو أهم وهو أن يسافر لأجل الدعوة إلى الله إذا كان من العلماء، ويسافر لأجل الدعوة إلى الله، دعوة إلى الإسلام، هذه أمور إما يباح السفر من أجلها أو يشرع الدعوة إلى الله، فلا بأس أن تسافري معه، ولكن الحجاب واجب عليك هنا وفي الخارج، يعني أنت مسلمة، المسلمة مسلمة في أي مكان، ما دام الحجاب واجبا عليك في هذا البلد فهو واجب عليك في أقصى الأرض وأدناها. المرأة تلتزم بأحكام الدين في أي مكان، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. الواجب عليك تغطية وجهك كما تغطينه هنا، لأن الحكم واحد، تغطين وجهك ولست في هذا غراء، بل هذا فيه شرف، هذا فيه شرف لك، وتمثلين الإسلام تمثيلا صحيحا بالستر والحياة والعفة، لا نتنازل عن شيء من أحكام ديننا من أجل مجاملة الكفار أو من أجل الخوف من الكفار، مع أنهم ما يؤذونها، حجرها ما يؤذونها ولا يتعرضون لها بشيء، لكن لو قدر أنهم يؤذونها أو يتعرضون لها فالمسلم لا يتنازل عن دين. فإذا توقف السفر على ترك الحجاب فلا تسافر، لا تسافر إذا توقف على ترك الحجاب، مع أنه ما يتوقف، والحمد لله ما في أحد ممنوع من الحجاب ولا ممنوع من الصلاة ولا ممنوع من، فالسفر لهذه الأغراض مع الالتزام بأحكام الدين لا بأس به،